اهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن وصلنا لركن الفنون في حلقتنا اليوم من 24 جرات, وحديثنا اليوم في ركن الفنون حيكون عن التصوير الفوتوغرافي مع ضيفنا من داخل الاستوديو الاستاذ محمد الحافظ, هو نائب رئيس نادي الخرطوم للتصوير الضوئي. استاذ محمد مساء الخير عليك. مساء النور, اول حاجه كل عام وانتم بخير ونحن بخير والشعب السوداني كله بخير. إن شاء الله 2021 تكون سنة سعيدة على الجميع إن شاء الله. ونتمنى بأنه نكون في ضيافتكم وضيافة المشاهدين في برنامج إن شاء الله. كده 24 جرات هو واحدة مواهب متعددة. نتكلم شوية كده عن بدايتك مع التصوير الفوتوغرافي, شنو إلى المواهب اللي أنت التصوير الفوتوغرافي حقيقة يمكن هو شغف منذ الطفولة. يعني هي يمكن كطفل عندي صور كثيرة جدا, ووالدنا كان مهتم زمان بودينا الاستوديو نتصور في كل مناسبة. فبعدها الحكاية استهوتني كده في أي مناسبة عندكم في البيت كده كانت مربوطة يعني أيوة بي إنها لازم تكون موثقة بتوثيق. أيوة. فالحاجة الثانية يمكن والدنا الله يرحمه ويغفر له كان يمتلك كاميرات, يعني عنده كاميرا خاصة به كان بيصورنا بها. وبعدها كمان يمكن أخوي الكبير طارق اللي يديه العافية إن شاء الله, فبرضو كان سنة 70 كان من الناس اللي درسوا كان في قصر الشباب والأطفال فدرسوا تصوير. فبرضو نحن قمنا صغار لقينا الكاميرات موجودة في البيت, فبقت لنا شيء يعني متوارث كده في انه الواحد استهوته الحكاية. انت احترافك كيف يعني كيف احترفت التصوير الفوتوغرافي؟ والله حقيقة اول حاجة في البداية بديت هواية, بعدها صغلتها بالدراسة, درست تصوير, خشيت ورش كثير جدا في مجال التصوير, شاركت احتكيت بمصورين محترفين كبار قامات في السودان هنا. فبعديها يمكن البحث في المجال ده بيخلي الواحد يقوم يكتسب خبرات في, وخاصة بأنه أنا اشتغلت شغل تصوير كمصور صحفي, اشتغلت في شركات إنتاج إعلامي وفني, صورت كثير. طيب محمد أنت تميزت بشو كده مثلا؟ أول ناس كانت تشوف إنك تميزت بيت نوع من أنواع الصور كده, الصور كده أنت مميز كده, زول بيشوف الصور كده بيقول الصورة دي صورة محمد الحافظ, في شكل معين من الصور كده تميزت بيه؟ والله ما 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 بالغدر دي كده, لأنه أنا بعتبر إنه نحن من المحترفين المبتدئين, لأنه قبلها في ناس سبقونا احترافيين ومحترفين في السودان, فبقينا نفصل الصور تفصيل في إنه يقوم مثلا الواحد يصور صور عن السياحة يتبنى له مشاهد يمشي يوثقها ويصورها كده, يتبنى قضية معينة يصور تصوير توثيقي أو مثلا تصوير تجريدي أو أي نوع من أنواع التصوير الفني أو الإبداعي, حتى لو كان تصوير رياضي وغيرها من أنواع التصوير, أو حتى التصوير الخاص بالمناسبات. طيب نادي مشاهدة الطيور السوداني هو السبب الأساسي في أنه يكون في نادي زي ده هو تصوير الطيور مثلا أو في شكل معين أو في نمط معين كده تكون متابعينه خلت أنه يخلق نادي اسمه نادي مشاهدة الطيور السوداني؟ نادي مشاهدة الطيور هو الغرض منه مشاهدة الطيور للعمل على المحافظة على الطيور. لما نحن نقول مشاهدة التصوير الفوتوغرافي ايوه ما يلا مشاهدة يعني انه تشاهد توثق عشان المرة الجاية لما انتي تتابع مثلا نوع معينة من انواع الطيور فحيكون في صور عشان تقارن, لانه الطيور بتتميز مثلا باختلاف المنغار بتاعها او الارجل او الريش او كده, انت ما حتكون متذكر السنة اللي فاتت صورت ايات نوع. يعني التوثيق هو جزء من الناس. ايوه هو 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 توثيق عشان يوثق لحياة الطيور ويراقبها ويتابع بيئاتها ويتابع الاختلافات اللي بتحصل للطيور وكده. طيب عندك صور معينه كده عند واقع خاص في نفسك كده او انت مرتبط بها ارتباط شديد كده موجود عندك في البيت, الصوره بتفتخر بانك انت اخذت الصور مثلا او صور معينه مجموعه من الصور؟
والله اولا الواحد بيفتخر بانه بيوثق للحياه السودانيه وبيوثق خاصه للسياحه، لانه السياحه في البلد بتحتاج للناس توثق لها عشان نبرز الجمال الموجود عندنا في السودان ونوصله لغيرنا. يعني أنا حقيقه يمكن في دول نحن ما مشينا عليها لكن بنعرفها من خلال الصوره. حاليا الواحد لو شاف اي صوره من 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 اي دوله من الدول فبيعرف دي فياتو مكان يعني، او بيعرف دي ياتو عاصمه او ياتو. خلينا نسال يعني انت لما تقول احنا نوثق للحياه السودانيه بمعنى شنو؟ انت تمشي تزور مناطق معينه مثلا في الريف او القرى مثلا بتوثق للعادات والتقاليد بشكل توثيقي، لما نقول احنا نوثق للحياه السودانيه بمعنى بنوثق للحياه السودانيه اي حراك اجتماعي او ثقافي موجود في المجتمع السوداني نحن بنوثق له. الحياة الثانية نحن عندنا تراث وفلكلور وغيرها، السودان غني بالحاجات دي، فلو نحن ما وثقنا حيوثق لنا منه. يمكن في عدد كبير جدا من الأجانب والخواجات جو السودان هنا فبيصوروا الأشياء دي بمنظورهم هم، منظور جمالي. نحن بننظر لها من ناحية مضمون ومن ناحية منظور جمالي الاثنين، لأن هم المضمون مثلا بتاع الحريرة أو الضريرة هم ما عارفينه ليشنو، أو مثلا بعض الاستخدام بعض مثلا الطبق، استخدام البرش، استخدام الاستخدامات بتاعت حاجاتنا التقليدية الموجودة عندنا في السودان نحن عندنا دلالات بالنسبة الأدوات المرتبطة بالحياة السودانية. أيوة ونحن الأقدر أيوة نحن الأقدر على أنه نوثق للتوب السوداني، للجلابية، للمركوب، للسديري، لغيره، نوثق حاجاتنا دي لأنه نحن عارفين المعاني اللي ممكن نحن نوصلها بالصورة شنو لغيرنا. طيب نحن ننتقل من السياحة مثلا للقضايا مثلا، أحيانا الصورة قد تكون معبرة أكثر من ألف كلمة، صورة واحدة بتكون كافية في أنك تعكس قضية كاملة. أنت عندك برضو شكل من الأشكال، بعد ذلك تكلمت عن أنه هذا مصور صحف، بالتالي عندك نظرة فاحصة جدا يعني المناظر تعكس قضية معينة. والله القضايا خاصة في التصوير الصحفي بيبقى خاصة قضايا التحقيقات، التحقيق المرتبط مثلا بأزمة معينة، مثلا مثال الخبز مثلا، أو مثلا الفيضانات، أو مثلا تراكم النفايات أو غيرها. المصور أقدر عليه أنه يقوم يوثق الحياة دي ويصورها ويقدر يعكسها بصورة سريعة جدا. ليه؟ لأن الصورة بتوصل الحقيقة للمسؤول وبرضو بتوصل الرسالة للمجتمع، لأنه يلفت نظر المجتمع لأنه في مشكلة المجتمع مفروض يعمل على حلها، ومشكلة برضو في المجتمع بتمشي للمزول، المزول يعمل على حلها. فالصورة أقدر على توصيل المعلومة بسرعة. زي ما قلت هي بتساوي أكثر من ألف كلمة، أنا أقول لك هي أكثر من ألف كتاب. طيب يعني نتكلم بصورة عامة كده، نشاطات اللي أنت بتعتبرها مثلا ممارسة لهواية التصوير كده، يعني أحيانا بتسافر مناطق معينة مثلا تمشي تصور، يعني في أشياء معينة بالنسبة لك جاذبة لأنك تمشي تصور حد عندك تصور؟ نقدر نتكلم عن السياحة بصورة عامة، لكن خلينا نتكلم عن أشياء معينة كده هي بالنسبة لك جاذبة لأنك أنا أقول والله السودان كله عموما جاذب. يعني السودان الواحد لو مشى أي ولاية أو مشى أي منطقة فبلقى فيها أدوات جذب أو بلقى فيها أشياء جاذبة جدا. فلو الواحد مشى غرب السودان بلقى تراث وثقافة وفلكلور وبلقى طبيعة بتختلف تماما من شرق السودان، بتختلف من شمال السودان. يعني نضرب مثال في شرق السودان مثلا في البحر الأحمر وغيرها والشعب المرجانية، في غرب السودان في جبل مرة، وفي شمال السودان النخيل والآثار والبركل والبجراوية وغيرها، في جنوب السودان الجديد اللي هو جبال النوبة، فجبال النوبة المنطقة ساحرة جدا خاصة في الخريف. فكلها جذب، حتى الخرطوم بالضوضاء الحاصله فيها دي وبالزحمه الموجوده فيها دي، هي فيها ستة ضفاف، فيها ثلاثة انهر وستة ضفاف. في السنين الاخيره كده واحده من الاسباب اللي انعشت السياحه في السودان بالذات السياحه الداخليه، هم مصورين وفوتوغرافيين بالمناسبه، هم كانوا سبب اساسي، سبب رئيسي في انه
يعني يعرفوا المجتمع السوداني بالسياحة في السودان، وده يبقى السياحة عندنا مربوطة بالسفر خارج السودان كده، بس بيجي في شكل من أشكال السياحة الداخلية، الناس اللي بتسافر الخرطوم تمشي مدن معينة في مدن معينة بسبب يعني كده بيجي في شكل بتاع سياحة في السودان كده بتاع شوية في السنين الأخيرة. المصورين في دورات منهم كان عندهم الدور الأساسي في الموضوع، يمكن بشوية مساعدة مثلا وكالات السفر والسياحة بصورة عامة في مشاريع كده مثلا. زمان كان لا 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 الناس بيمشوا رحلات، الشخص اللي بيستمتع بالرحلة هو الشخص الواحد اللي بيمشي الرحلة، أو الشخصين أو العشرة أو غيره أو المجموعة اللي بتمشي الرحلة بيمشوا يستمتعوا بالمكان الجميل وكده ويجوا راجعين، فبيبقى الصورة الموجودة عند الناس صورة ذهنية بأنه نحن كنا في المنطقة الفلانية وفيها حاجات جميلة، وبعد كده كل واحد بيحكي حسب جمال الحاجة، في واحد بيحكي عن جمال الطعام، واحد بيحكي عن جمال المنظر الطبيعي، في واحد بيحكي لكن يمكن احنا رجعنا لورا شديد يعني في موضوع كده. أيوة. نتكلم عن انه يلا يعني كانت التصوير الفوتوغرافي انا ما داير نقول ما داير نقول لك للحتة دي انه المصورين الفوتوغرافيين فمنهم حظي بانه يمشي رحلة سياحية فقام وسغ المكان بوثيقة بصورة، وبقي يعكس اليوم بدل الصورة الذهنية اللي كانت زمان انه نحن مشينا وكذا، فهسي بقى المصور الفوتوغرافي ينقلها. الحاجة الثانية السياحة في الترويج، الصورة في الترويج، فالشركات شركات الانتاج الاعلامي والفني كلها بتعمل دعايات او اعلانات، فبقت تصطحب معاه مصورين محترفين وتمشي تختار لوكيشن او مكان تصور فيه عشان تعكسه، فدي برضه قامت ساهمت في عكس الصوره. يعني اضرب مثال شركات الاتصالات عكست مواقع كثيره جدا سياحيه من خلال الاعلانات بتاعتها. الشحن مثلا اول يعني ايوه ايوه رموز معينه كده بيشوفها في اللوحات اللي موجوده في الشوارع في اللوحات وفي غيرها فوتوغرافيه بتعبر مثلا. ايوه غير كده الاعلانات بتاعت الشركات البنوك المؤسسات الغيره فبقت تعكس، فساهمت وساعدت في السياحه الداخليه. في نفس الغدر البرامج التلفزيونيه والاعلانات اللي بتتعكس عبرها في القنوات فساهمت بقدر كبير جدا في انها تعكس الكلام ده خارج السودان وتقبلنا سياحه عالميه بدل سياحه داخليه. يمكن يكون معظم المواقع المتعلقة بالسياحة في السودان اللي بتروج للسياحة السودانية خارج السودان بتستخدم صور بتاعهم صورين فوتوغرافية كده، يعني هي صور جميلة جدا يعني معبرة كده وهي موجودة في كل مواقع التواصل الاجتماعي بيكون في صور مشهورة جدا. طيب خلينا أسألك أنت، يعني يمكن يكون سنين طويلة انشغال حاليا بالصور الفوتوغرافية، أكيد دربت مصورين كتار كده، في أسامي مميزة موجودة حاليا في الساحة كده أنت دربتهم؟ والله بدون ذكرهم يعني بدون ذكر الاسماء موجود يعني موجود في اسامي مميزه كده مثلا انا هنا ما ابحث عن التميز بالتحديد هو مين المميز اللي انا دربته، لكن اي مصور يبحث عن التدريب الجيد فبيلقانا احنا بندربه تدريب جيد. كنا عملت فتره في انه ادرب عدد من المصورين وعندي شغف باني ادرب، فعندي عدد كبير جدا او سنويا انا بعمل دورات تدريبيه يا عبر مراكز، وبعد شويه كنت بعمل دورات مخفضه، ثاني بكيت اعمل لي دورات مجانيه عشان اقوم اساعد او اشجع الناس لانه يقوموا يعرفوا ثقافه الصوره والتصوير. ايوه كدعم للشباب، لانه في بعض الاحيان الشاب بيكون عنده كاميرا لكن ما عنده قروش عشان ياخذ دوره تدريبيه، والدوره التدريبيه مكلفه، فدي لو اخذ دوره تدريبيه بسيطه خاصه الاساسيات وكده فبتنقلوا نقله كبيره. ايوه بتنقلوا نقله كبيره جدا، وبعد شويه ممكن يقبل لك العيش، وبعد شويه هو ذاته ممكن يكون مبدع جدا لكن ما كان عارف الطريق. ف انا زي ما قلت لك ما حاذكر مين اللي انا دربتهم، انا دربت عدد كبير جدا حاليا يمكن لي اكثر من يعني في جزء كبير 12 سنة بدرب فوتوغرافي كده وهم موجودين شغالين
أيوة. محترفين في حاليا فيهم عدد كبير جدا محترفين، فيهم ناس فاتحين استوديوهات، فيهم ناس شغالين في مصورين صحفيين، فيهم ناس شغالين مصورين في شركات انتاج اعلامي وفني، فيهم ناس في فريلانسر حاليا هم حرين وحاليا يمكن بيشتغلوا شغل على مستوى عالي جدا، وفيهم ناس عملوا معارض داخل السودان وخارج السودان وغيرها. لكن احنا ما بنمن على حتى دربنا فلان. يعني نتكلم عن تطور الحرفه لذاتها او المهنه دي، يمكن يكون على مر السنين يعني التكنولوجيا ساهمت مساهمه كبيره جدا في تطوير ايوه يعني تصوير الفوتوغرافي، وبدا كنت بتستفيد من التطور ده، وهل طوالي بيكون في حاله بتاعه تقديم او تجديد في باخر التكنولوجيا مستخدمه في التصوير الفوتوغرافي حاليا؟ يمكن التطور الحاصل في التصوير الفوتوغرافي متسارع مع تسارع التكنولوجيا في العالم. حاليا كل سنة بتطلع عدد كبير جدا من الشركات بتطلع منتج جديد من الكاميرات ومعاه كتالوجات، وفي نفس الوقت معاها طرق للاستخدام وغيرها عشان تقوم تغري الواحد يشتري الكاميرا. حتى بالنسبة للعدسات أو الميزات أيوة. مثلا اللي بتنزل في موديل معين من ماركات الكاميرات. أيوة حتى البرامج الداخل الكاميرا. أيوة. البرنامج داخل الكاميرا المشغل بتاع الكاميرا، فكل مره فيه تحديث في سرعه الشتر في غيره في الفوق في الفوكس التصوير مثلا بتاع ايوه الهاتف المحمول مثلا او يعني التليفونات او الجوالات مثلا السوفت وير الموجود في الكاميرا ده كمان برضه بيتحدث كل سنه. ايوه بيتحدث، حتى في كاميرات ممكن 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 تعمل لها تحديث، يعني الكاميرا ذات تكون قاعد زي الحاسوب، ففي كاميرات حاليا احترافيه ممكن تعمل لها حادث تنزل فيرجن جديد السيستم بتاع الكاميرا. ايوه بيقبل الكلام ده. الحاجه الثانيه يمكن الاكاديميات العالميه في العالم كلها حاليا عملت قنوات على اليوتيوب او عندها قنوات فضائيه في انها تقوم تدرب اونلاين، فده يساهم كثير جدا وساعد كثير جدا بانه المصور بدل ما يقوم يسافر من هنا لدوله وكده ويتكلف، فبقت الدولة تجيه لحد عنده عبر الموبايل أو عبر الشبكة العنكبوتية، وممكن يتدرب على البرامج بتاعتهم، وإذا في حاجة صعبت عليه ممكن يستفسر منها وهم يردوا عليه، أو ممكن يتدرب أونلاين. حاليا في عدد كبير جدا من المحاضرات والغيرة نازلة لأكاديميات ضخمة جدا عالمية، والواحد ممكن يتدرب وممكن يحضر وهو موجود في بيته. يعني طيب تكلمنا عن تعلم التصوير والفوتوغرافي، يعني يكون يعني بس يعني من خلال العمل مثلا في يعني كم سنه اشتغلت يعني في التلفزيون، دائما بتكون اكثر مشكله بالنسبه للمصورين الفوتوغرافيين هي الاضاءه، يعني حتى كمان برضه التصوير بتاع الفيديو، يعني كل اشكال التصوير كده دائما مرتبط ارتباط مباشر بالاضاءه، الاضاءه لنا بتمثل جزء كبير جدا من جوده الصوره، هي الاساسيه. يعني دي واحده من اصعب الاشياء اللي تخليك كده على المصور انه يتعلمك انك كيف انت تتعامل مع الاضاءه والصور من يعني الزوايا بالنسبه على حسب الاضاءه الموجوده في البيئه اللي انت موجود فيها. ما هو التناسب ده بيتم عبر شنو؟ عبر نوع الإضاءة المستخدمة وضبط الكاميرا، ضبط الكاميرا على الإضاءة في التهيئة وإعدادات الكاميرا. الواحد بيقوم بيضبط التعريض الضوئي بتاع الكاميرا على إنه يقوم يتقبل نوع معين من أنواع الإضاءة، فممكن يكون بيصور في ضوء شمس ما زي ما بيصور في الظل، ما زي ما بيصور في إضاءة بيضاء او اضاءات صفراء او غيرها او اي نوع من انواع الاضاءات. بعد كده بيقبل الضبط بتاع الكاميرا، ودي حرفيه المصور في انه هو داير ياتو نوع من انواع اللقطات او ياتو درجه من درجات حراره اللون والضوء في الصوره، وبعدها بيضبط عليها عشان يقوم يطلع صوره بجوده عاليه. الضوء هو علم قائم بذاته، علم فيزياء. حاليا يمكن الضوء عموما بالنسبه للاستوديوهات او الاندور والاوتدور بقى علم حاليا، في العواكس، في انواع اضاءات بيضاء، في اضاءات خلفيه بتاثر تاثير مباشر في أيوة. جوده الصوره. برضه واحده من الاشياء احنا تكلمنا عن تكنولوجيا التصوير الفوتوغرافي اللي يكون على مر السنين كده، شركات الهاتف السيارة كان عندها دور كبير جدا في تطوير يعني تصوير الفوتوغرافي بالنسبة للجوالات. أنا سيدة الهواتف المحمولة بقت عندها كاميرات دقة عالية جدا، يعني أيوة. باختلاف الزوايا مثلا الوايد، يعني يمكن يكون يعني ساهم مساهمة كبيرة، يعني خلت إنه أي شخص قادر على إنه هو يكون يعني يبدأ أول الخطوات مثلا نحو التصوير الاحترافي
ممكن في يوم من الايام مثلا الصوره بتاعت هذه الجوال انت ما في الصوره بتاعت كاميرا احترافيه. هو في الاخر هنا الهاتف الجوال هو عباره عن كاميرا، هو عباره عن كاميرا ما كهاتف، كهاتف بيقبل في الاتصال، لكن طالما انه فيه كاميرا وبجوده عاليه فيبقى هو كاميرا، نحن نتعامل معه كهو ككاميرا. يعني دي جزء من التكنولوجيا كده. ايوه بس يعني انه فيه كاميرات وكاميرات بدقه عاليه بدل يعني كل العالم بيقعد يوثق للحظات بدل ما الواحد رحلاته وغيره. ايوه بدل ما الواحد يكون شايل معه كاميرا وشايل معه جوال، حاليا في حاجه اسمها كاميرا فون، كاميرات حاليا وفيها مكان انك تدخل فيه شريحه وتوصل فيه سماعه وانت بتكون بتصور. الكاميرات الاحترافيه فيها يعني في كاميرات بالشكل ده، في كاميرات فون، في كاميرات تليفون، زي ما انه التليفون فيه كاميرا. يعني مثلا اذا ماشي بشكل بتاع رحله مثلا او مغامره او مسافر حته معينه كده ممكن تخلي. ايوه تكون شايل معك جهاز واحد، شايل معك كاميرتك بس. ايوه تنزل فيها الشريحه بتاعتك كده. ايوه اتصال عادي تنزل فيها الشريحه. لكن الميزات الاكبر بتكون بالكاميرا يعني. اي نعم، زي ما انه التليفون القيمه الاكبر للتليفون وعاملين معه كاميرا، في كاميرات فيها فون يعني فيها تليفون. توازي شديد كده يعني. ايوه حاليا طبعا الشركات بتحاول بقدر الامكان تصنع الحاجات حسب الاحترافيه، انه المحترفين بيقولوا دايرين حاجه معينه بشكل معين. في بعض الاجهزه بيقوم بيدمجوها في بعض. حاليا في كاميرات فيها جي بي اس، عشان ما اكون شايل معي جهاز جي بي اس وموصله بالكاميرا او احدد اللوكيشن الموقع بتاعي وين الصوره دي انا التقطها وين. المنافسه ذاتها بين الشركات العالميه كبيره، بتكون في بعض الشركات هي اكثر شهره مثلا فيما يختص بالكاميرات الاحترافيه. المنافسه ذاتها تتغير كده يعني، ممكن يكون في بعض الشركات اللي هي بتكون مفضله بالنسبه لكل المصورين كده، لكن بصوره عامه كده في السودان هنا تحديدا يعني كل الناس بتميل لنوع معين من الكاميرات، ولا في تباين ما بين المصورين؟ لا مش كده، هو لا 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 هي زي السيارات. ايوه الشركات بتصنع كاميرات وبتطرحها في السوق، فالناس بتتنافس في شراء، فكل شركه بتقوم تبدع تطلع مثلا في كاميرا فيها جي بي اس، مثلا في كاميرا فيها واي فاي. يعني بدل ما تقوم انت تصور وتمشي تنقل بوصله للكمبيوتر، فممكن توصلها بالواي فاي في الموبايل مباشر وتقوم تستخدمها في الوسائط، تاخذ الصوره والصوره بالواي فاي تكون موجوده اوتوماتيك في الموبايل وانت فاتح برنامج، وممكن تتحكم في الكاميرا شايل الموبايل بتاعك والصوره بتاعت الكاميرا تكون شايفها في الموبايل، وتقوم تضغط الزر تاخذ اللقطه تتاخذ بالكاميرا وتجيك في الموبايل. كسيستم بتاع واي فاي يعني. بس حاليا كده يكون ريفولوشن كده في كاميرات الدروب، سواء كاميرات الطائره تصور. ايوه هي واي فاي، ايوه اللي هو الكاميرات الطائره والمسيره، فشغاله بنفس النظام ده، نظام الواي فاي. يعني مثلا انت لما تاخذ يعني من كاميرتك الحاليه تاخذ لك صوره كده مثلا بتحتاج شيء بتاع سيتنج معين، انت بتكون قادر انك تتحكم في السيتنج على الكاميرا بناء على البيئة المحيطة كده. الطائر يعني الدرون دي برضه نفس الشكل، تكون تتحكم في شكل الإضاءة، تتحكم في أيوة العدسات مثلا، أو يعني أنا قلت تكون ماسك الكاميرا يعني. لا مش كده، ما هو أصلا هو نظام بتاع ريموت كنترول، أنت بتتحكم في الـ في الـ في الحاجة اللي أنت عايزها. حاليا أبعد من كده، الناس موجودين في الأرض وبيتحكموا في الأقمار الصناعية يعني. فالدرون دي قريبة مننا يعني، لكن الأقمار الصناعية بعيدة والناس بيتحكم في شكل اللقطات الدايرينها والمدى بتاعها ومقاساته. فحتى الأقمار الصناعية الكاميرات اللي فيها هي كاميرا يعني. طيب نحن استاذ محمد الحافظ يعني نختم حوارنا ده عبد الحفيظ يعني نختم حوارنا ده بمعيقات المتواجهه المصورين بصوره عامه في السودان. يعني المهنه دي في معيقات متواجهه والله. ممكن انا اجملها كده في 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 محاور محدده. مشكله اداريه اللي هو التعامل مع المصورين وغيرها من قبل الجهات الحكومية أو حتى الشركات والمؤسسات الخاصة يعني. دي مشكلة إدارية كده تنسيقية بتلازم المصورين يعني.
المصور بيتذكروه آخر حاجة. فبقوم بتصطوا عليه يقول لي خلاص الموضوع كده تمام خلاص يلا اسمعك أضرب لمصور خليه يجي يمشي معنا. أي فالمصور محتاج لأنه يشحن البطاطير بتاعته البطارية بتاعت الكاميرا محتاج يرتب حاجاته محتاج يوفر الزواكر اللازمة للموضوع ده محتاج يفهم عن الموضوع ذاته الدارين مش يصوروه شنو عشان يقوم يضع الرؤية بتاعته في انه يصور الحاجات دي كده صورة عامة كده يعني لازم المصور ياخد مساحاته أيوة في أي مشروع هو يكون مشارك فيه أيوة لأنه يتخليه يعني دي واحدة المشكلة الثانية مشكلة اجتماعية فمدى تقبل المجتمع لفكرة التصوير أصلا يعني الواحد بيكون بيصور في مكان وبكون اصلا ما بصور في اشخاص فبيفاجئ بانه في واحد بيجي بيقول له يا اخي انت بتصور فيني او بتاخذ لقطات لي او كده فعشان يبرر لي وكده حيقوم يطلع من المود اللي هو كان فيه وبيفكر في شنو وفي بعض الاحيان الواحد يقوم لازم يشوف الكاميرا ويشوف هل صوروه ولا ما صوروه اي فالحكايه دي مشكله في المجتمع السوداني يعني ف نحن نقول بأنه هي ما في مشكلة من أنه الناس تصور لكن نقول بأنه في مشكلة من نشر الصور يعني إذا الواحد نشر صوره في إعلانه ونشر صوره في حاجة يمشي قاضي يعني لكن أنت الواحد إذا كان قاعد يصور فتقوم تجي الواحد بيكون قاعد يومه كله عشان داير يصور لحظة معينة لحظة غروب ولا غيره ولا كده ولا وعنده كاميرات مشتريها بكم وماخذ لرحلة بكم وعايز غيره وعنده نفغات وغيره فيقوم واحد يجي في المجتمع يعمل الكلام ده يقوم بيخرب عليه البرنامج اللي هو عامله ده كله وهو في الآخر البرنامج ده تعب فيه وكده أيوة دي مشكلة اجتماعية ودي مشكلة في المجتمع السوداني يعني حاليا يعني احنا مستمرين هاي الحلقة من كده شكرا كثير جدا معنا اليوم في السوداني كده وإن شاء الله دوام التوفيق يا ريت تستمر في لينك دائما تقدم المعونة للشباب اللي يعني بيحبوا هواية التصوير كده ويكون أول الخطوات على يدك إن شاء الله شكرا لك كثير شكرا لكم وأنا شاكر جدا للسوداني 24 على الاستضافة في برنامج 24 قرار وأتمنى بأنه المرة الجاية نفرد كده مساحة أكبر لقضية نتبناها ونطرحها ونساهم إن شاء الله في حلها والله يوفق الجميع إن شاء الله شكرا لك كثير الله يبارك إن شاء الله بكذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم برنامج 24 قرار لحد ما نتلاقى في مساحات ثانية